السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السوداني يحدد موعد لتأشير مراجعة المفسوخة عقودهم في الوزارات والأجهزة العسكرية والأمنية. ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني اجتماعا للقيادات الأمنية والعسكرية خصصا لمناقشة إعادة المفسوخة عقودهم في الوزارات والأجهزة العسكرية والأمنية وهيئة الحشد الشعبي، وذكر بيان صادر عن مكتبه أن السوداني وجه بإطلاق عملية استقبال المفسوخة عقودهم في المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية حسب جداول وتوقيتات زمنية تحددها كل جهة، وأنه يجري توخي الدقة والتحقق ووضع ضوابط خاصة لاستقبالهم واستكمال طلبات إعادتهم إلى الخدمة. وأضاف البيان أنه جرى خلال الاجتماع اعتماد المدة من 15 إلى غاية 24 من تموز الجاري موعدا لتأشير مراجعة المفسوخة عقودهم لوزاراتهم ومؤسساتهم. وشدد القائد العام للقوات المسلحة على أهمية العمل بإنسيابية والالتزام بالتعليمات الخاصة بالإعادة إلى الخدمة وتنظيم العمل وتدارس الحالات المقدمة وفق القوانين والتعليمات العسكرية وتوجيه الموارد البشرية وفق السياقات العاملة. هيئة الحشد الشعبي تؤكد التزامها بتوجيهات رئيس الوزراء بشأن المفسوخة عقودهم. أعلنت هيئة الحشد الشعبي اعتماد المدة من 15 ولغاية 24 من تموز الجاري موعدا لتأشير مراجعة المفسوخة عقودهم وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء. وذكر بيان للحشد أن الدائرة الإدارية والمالية في هيئة الحشد الشعبي تؤكد التزامها وتأكيدها على توجيهات دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإطلاق عملية استقبال المفسوخة عقودهم في المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية وحسب جداول وتوقيتات زمنية تحددها كل جهة، وأنه يجري توخي الدقة والتحقق ووضع ضوابط خاصة لاستقبالهم واستكمال طلبات لإعادتهم إلى الخدمة. وأكدت المديرية وفقا للبيان اعتماد المدة من 15 ولغاية 24 من تموز الجاري موعد لتأشير مراجعة المفسوخة عقودهم، ونوهت المديرية إلى أنها تضع نصب عينها ملف المفسوخة عقودهم وحسمها في أسرع وقت ممكن إنصافا لمنتسبي الحشد الشعبي الذين صبروا كثيرا طيلة المدة الماضية. وأضاف البيان أن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي يتابعان هذا الملف باستمرار وبشكل شبه يومي. نداء من وزارة الدفاع للمتقدمين على الدورة 87. وجهت وزارة الدفاع دعوة للمتقدمين على الكلية العسكرية الدورة 87، وذكر بيان لوزارة الدفاع على الخريجين المتقدمين للقبول في الكلية العسكرية الدورة 87 من المدنيين والعسكريين من منتسبي وزارة الدفاع ومنتسبي الحشد الشعبي الذين قاموا بملء استمارة التقديم مراجعة الكلية العسكرية الأولى في الرسومية لغرض إجراء الفحص الطبي والبدني والمقابلة.